وإلى الخبر الأخير، حيث استدعى الاتحاد العام اليمني لكرة القدم اليوم 33 لاعباً محلياً للانضمام إلى المعسكر الداخلي للمنتخب الوطني الأول الذي ينطلق بمدينة عدن الثلاثاء تحت إشراف المدرب الوطني محمد الزريكي الذي عينه الاتحاد مساعداً لمدير الجهاز الفني الأجنبي للمنتخب المنتظر التعاقد معه لاحقاً. ويأتي هذا المعسكر استعداداً للمشاركة في كأس خليجي 25 الذي تستضيفه البصرة العراقية خلال الفترة من 6 إلى 19 من يناير القادم 2023 للميلاد. ويسعى اتحاد كرة القدم الذي يعاني من صعوبات مالية إلى إنهاء التعاقد مع المدرب التشيكي ميروسلاف سكوبا لقيادة المنتخب خلال الفترة القادمة بعد أن أجرى الاتفاق على التفاصيل بانتظار توفر المخصصات المالية للتعاقد معه وطاقمه الأجنبي المعاون.